السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين أثر ثقة. خوتنا وشراكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. نشكر كامل المتابعين تاعنا اللي زارونا اليوم يوم الجمعة في محل أثر الثقة، الله يبارك. كانت عاداتكم كبيرة وحنا رانا هنا باش نستقبلوكم فردا فردا، كامل خوتنا كامل أحبابنا. نشكر كامل ثانية شكرونا على واش رانا نقدموا لهم من محتوى، واش رانا نقدموا لهم من أثاث جزائري. بارك الله فيكم جميعا. خوتي اليوم جبت لكم هذا الفيديو ماشي في باطل، جبت لكم هذا الفيديو خوتي، جبت لكم كامل لي موديل جدد اللي دخلوا في لي طابل دو كويزين، دخل في المارون، دخل في باجي كلير، الله يبارك خير كبير، في الكاتشيز، في السيشيز، ما شاء الله تبارك الله. هاي ليكم لا فينيسيون، شوفوا الله يبارك فاش يتبريي، الله يبارك. ومازال زدتو تشوفوا ميم لاشيز تاعها بزاف هايله. نبدا لكم خوتي بهذا الموديل في الكاتشيز. هذا الموديل في الكارتشيز خاوتي يدير 5 مليون و500، 5 مليون و500، بصح طابلة تاع الصح، اسم على مسمى. خاوتي نحذركم من الكوبي، حنا أي حاجة خاوتنا نخدموها في الأوريجينال في الآتر. هاوليكم الفيناج تاع اللوح، تفضلوا خاوتي شوفوا الفيناج تاع اللوح، هذا البي تاعها ثاني بالآتر، الله يبارك. هذه حاجة تاع دوام خاوتنا، شوفوا لاشيز تاعها، تفضلوا خاوتي لاشيز تاعها. اون شيز تري سوليد، هربة هذه الطاولة مام متحوفة. اللي عنده كوزينة مفتوحة هاد لي طابل صالا مونجي كامل يخرجوا عليكم. كاينة في الكاتشيز كيما راكم تشوفوا فيها دير 5 مليون و500، 5 مليون و500. كاين ثاني كيما راكم تلاحظوا هذه راهي في لاكولور تاع لو بوا، في الكلير فيها هذا لي موتيف لهنايا، ما شاء الله الله يبارك. شوفوا البي تاعها شحال صحيح، هذا كامل بوا اتر، هذا كامل اتر، تبارك الله ما شاء الله. عليكم لاشيز، تفضلوا شوفوا لاشيز خوتنا، هذا ثاني اتر، الله يبارك، حاجه صوليد خوتي ما شاء الله. السعر تاع السي شيز كما راكم تلاحظوا فيها، ميم خوتي المنظر تاعها كي تشوفوها منظر شباب، اون فري طابل صالا، طابل تاع نقول لكم طابل صالا مونجي، لانه متحوفه خاوتنا. هذه راهي طابل دو كويزين في الشباب ما شاء الله. بري تاعها في السي شيز 6 مليون و500، 6 مليون و500. ونذكركم بلي راهي اون بوا اتر بالاتر، ونذكركم ثاني بلي راهي في الاوريجينال، ثاني كاين في المارون في ستكراسه. شوفوا شحال خرجت شابه، اللي عنده كويزين مفتوحه على بالنا راكم على مود لي كويزين مفتوحين، حاجه اوبن سبيس. هذه خوتي تخرج ما شاء الله تجي متحوفه. السعر تاعها في المارون كيف كيف 6 مليون و500، 6 مليون و500. تفضلوا الكرسي تاعها، ها عليكم لاشيز، حاجه صولي. شوفوا غير البي تعرفوا لا سوليديتي. الامر مهم من المهم، قلت لكم في اللايف وقعد نذكرها لكم في اي فرصه نهضر عليك اي طابل صالا مونجي ولا اي طابل دو كويزين، هي لاشيز. الكرسي خوتي حاجة مهمة، بزاف متابعين تاعنا يعانيو من مشاكل في لي شيز في الكراسة، الحمد لله جاو عند أثر ثقة وكانوا شغل كانوا ساتيسفي هاكا أحبابنا. علاش؟ لا طاب تقعد كيما هي كيما هي كيما راهي تقعد، بصح المشكل في الكرسي، وحنا عندنا دي شيز اللي يشدو لكم بإذن الله. هايليكم خوتي في الكاتشيز تاعها، هذه في الكلير كاتشيز، شفنا الفونسي في الكاتشيز، هذه كلير في الكاتشيز. السعر تاعها هو 5 مليون و500، ونساعدو خوتنا ماشي مشكل، تدو حاجة في الأوريجينال، حاجة بالبون، حاجة بالغارونتي، مهنيين خوتي. وعندكم هذه في السيشيز اللي كانت عندنا ومازالها عندنا في ستكراسة، مازالها متوفرة عند محل أثر الثقة، فيها القاعدة تاعها كما راكم تلاحظوا فيها كابيطوني، هاليكم لاشيز تاعها كيفاش مخدومة بالأثر. السعر تاعها هو 5 ملايين، 5 مليون، ونساعدوا احبابنا ورانا هنايا ماشي كاع مشكل، الله يبارك. زرتونا اليوم يوم الجمعه، صنعوا فيها غرون بليزير كي تزورونا خوتي في محل اثاث ثقه، محل العائله الجزائريه، زرتونا عائله عائله الله يبارك. نشكر كامل الاخوه اللي زارونا، شكرا جزيلا جزيلا. ما تنساوش خوتنا الاعجاب والنشر والاشتراك والتعليق، على بالي المتابعين الاوفياء تاعنا يعلقوا قبل انتهاء الفيديو، مشكورين وجزيل الشكر لكم خوتنا. نتلاقاو غدا ان شاء الله في فيديو جديد وفي يوم جديد مليء بالجديد والتحفيزات، والسلام عليكم ورحمه الله
وبركاته.